في شأن التونسي، دعت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى، دعت الرئيسة التونسي قيس سعيد إلى إعلان الشغور في منصب الرئاسة لما وصفته بنهاية شرعيته بدخول الدستور الجديد حيز التنفيذ، طارحة بذلك أسئلة حول الوجاهة القانونية والدستورية لهذا الطلب. وخلال ندوة صحفية، دعت موسى رئيس إلى استقالة وإعلان حالة الشغور في منصب رئاسة الجمهورية والدعوة إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت لتسوية وضعيته التي تصفها بغير الشرعية. كما أكدت أن حزبها لا يعترف بقيس سعيد رئيسا للجمهورية، وذلك طبقا للفصل 92 من الدستور الجديد، والذي ينص على ضرورة أن يؤدي الرئيس اليمين الدستورية أمام مجلس النواب الشعب ومجلس الأقاليم والجهات، معتبرة أن الصيغة الحالية لحكم السعيد فاقدة لكل شرعية دائما حسب تعبير رئيسة الحزب الدستوري الحر. نحب نقول من حيث المبدأ، الحزب الدستوري الحر لا يعترف اليوم بقيس سعيد كرئيس للجمهورية تبقى الدستور الذي قال أنه استفتى فيه الشعب وختمه وأصدره بالرائد الرسمي وسيطبقه على الشعب التونسي. والسبب هو الآتي: الدستور هذايا إن صح أنه باش نسميوه دستور، النص اللي صدر في الرائد الرسمي، النص هذايا باش يولي ملزم للتوانسة.